متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجولة جديدة في أسواق المال والأعمال والشركات والطاقة حول العالم، وكل جديد لليوم الخميس 14 من سبتمبر. والبداية دائما مع العناوين. المركزي الأوروبي يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي. سيتسكي برياض يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع ل 93 دولار كأعلى مستوى في 2023. موديز تخفض توقعاتها للقطاع العقاري في الصين إلى سلبية. انهيار الرهن العقاري في بريطانيا يقترب مع نمو المتأخرات. أكبر اكتتاب في 2023 يمنح سوفت بنك 4.9 مليار دولار عبر إيرما. كانت هذه العناوين، وإلى تفاصيل الأخبار ولكن بعد الفاصل. بانكير نبض البنوك. أهلا بحضراتكم مجددا. رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي اليوم الخميس ليواصل معركته في مواجهة التضخم المرتفع العنيد الذي ابتلى به المستهلكون، رغم تزايد المخاوف إذا أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد نحو ركود. جاءت الزيادة عكس التوقعات بتثبيتها وبمقدار ربع نقطة مئوية، في حين تحاول البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم بما فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية تقييم أثر أدوات مكافحة التضخم ومعرفة ما هي النقطة الصحيحة لوقف سلسلتها السريعة من رفع أسعار الفائدة قبل أن يتجه الاقتصاد إلى الركود ويفقد الناس وظائفهم. اختتم معرض سيتسكيب العالمية أعماله في مركز رياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة رياض بتنظيم من شركة تحالف إحدى شركات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ودرونز تحت عنوان لبناء مسكن المستقبل. وشهد المعرض استثمارات بقيمة تجاوزت 110 مليارات ريال وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة وأكثر من 10,000 مستثمر دولي وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها قليلا في الجلسة السابقة، إذ عاودت الأسواق التركيز على توقعات بشح المعروض من الخام خلال بقية 2023، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 93 دولارا عند أعلى مستوى في 2023. خفضت وكالة التصنيف الائتمانية موديز اليوم الخميس توقعاتها للقطاع العقاري في الصين إلى سلبية من مستقرة، مستشهدة بتحديات النمو الاقتصادي التي قد تضعف المبيعات على الرغم من الدعم الحكومي. كما قالت الوكالة إنها تتوقع انخفاض المبيعات التعاقدية بنحو 5% خلال الأشهر الستة إلى 12 المقبلة في الصين، ومن المرجح أن يكون تأثير الإجراءات الحكومية لتعزيز مشتريات العقارات قصير الأجل وغير متساوٍ. تظهر بيانات بنك إنجلترا مدى عمق الأزمة التي يواجهها القطاع العقاري بالبلاد، لا سيما بعد أن قفزت متأخرات الرهن العقاري في الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 13%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 2016، وربما يكشف عن حجم الضغط الذي يشهده القطاع. وثمة عديد من العوامل الخانقة التي قادت الرهن العقاري بالمملكة المتحدة إلى تلك المستويات، على رأسها أثر السياسة النقدية المتشددة الرامية لكبح جماح التضخم منذ العام الماضي وارتفاع أسعار الفائدة، علاوة على أثر ارتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر الأخيرة، وبما فرض ضغوطا على دخول الأسر، الأمر الذي أجبرهم على خفض أو تعليق أقساط الرهن العقاري الشهرية. تترقب الأسواق الأمريكية بدء التداول على أسهم شركة إيرم لتصميم الرقائق والمملوكة بحوالي 90% لمجموعة سوفت بنك. وكانت الشركة قد أعلنت بدء التداول على الأسهم اعتبارا من اليوم الخميس بعد أن حددت سعر طرحها العام الأولي عند 51 دولارا للسهم. وفي تحليل لبلومبرج، حققت سوفت بنك طموحاتها لجمع 4.87 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام مع مقاومة رغباتها
في الحصول على المزيد. إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نلقاكم في نشرات وتغطية أخرى. كنت أنا معكم عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.